تشكل الإصلاحات الاقتصادية التي دافع عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلغاء سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 بكندا أبرز اهتمامات صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم. ففي أمريكا ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس جو بايدن الذي خرج للتو منتصرا بخطة إنعاش ضخمة يقترح إنفاق 4 تريليون دولار إضافية للقيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية ورأس المال البشري للبلاد. وأفادت البوست أنه حسب رئيس الولايات المتحدة فإن هذه الاستثمارات ستحفز النمو وتخلق اقتصادا أكثر إنصافا وتجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة مع الصين دون أي آثار جانبية سلبية. ومن جهتها أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن مقترحات السيد بايدن تمثل مجهودا طموحا لإعادة تحديد دور الحكومة في تشكيل الاقتصاد. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض الذي يراهن على أن الحكومة يمكن أن تكون محركا للنمو يبتعد عن الأفكار المسبقة للحزبين بأن القطاع العام بطبيعته أقل فعالية من القطاع الخاص وأن البيروقراطيين يجب أن يعتمدوا بشكل عام على الأسواق. وفي كندا توقفت صحيفة لو جورنال دو موريال عند إلغاء سباق جائزة الكبرى لكندا للسنة الثانية على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19. وأفادت الصحيفة أنه لتعويض غياب نسختين متتاليتين نص الاتفاق المبدئي بين مالكي الفورمولا 1 وحكومتي أوتاوا وكيبيك على تمديد عامين إضافيين إلى غاية 2031 لتنظيم التظاهر الرياضية في مدينة موريال.